فيصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شرى لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنابل وقفة الأشباح فوقوا بيض الضبا بالنحور البيض والنابل بالوجوه الصباحي فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح وإذا غنت السيوف وطافت أكوس الموت وانتشى كل صاحي أدركوا بالحسين أكبر عيد فغداوا في من الطفوف أضاحي يقل حبيب الليث مقصدنا المنايا نبقى على حر الثرى دونك ضحايا عنك نصد لاوين يا شمس الهداية شنعتذر عند المصطفى خير البرية عنك نصيد والجيش سد فجوج البرور لا عازم عليك الماي والجو نار مسعور من غير ناصر بس حرمت العين بالخدور شنقول للكرار والزهرة الزكية وانا حياتي بهالدنيا عايف لها حق الوصي والطاهرة الماكون مثلها لحمل على الجيمان وبعزمي لفلها إما نجاح ونصر لو فوز منيع
أثنى على انصاره وتشكر شبل عدنان أشر وراواهم منازلهم بالجنان قالهم ترى باكر منايانا يا فرسان وحرمنا تروح بيسر لو غادم لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون روي عن مولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه أنه قال وإني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أتقى من أهل بيتي صدق مولانا أبو عبد الله الحسين ابن النبي محمد الصحبة أيها الأحبة قطعا تلعب دور مهم في حياة الإنسان وفي شخصية هذا الإنسان قد تعرض القرآن الكريم في بعض الآيات لهذا المعنى صحبة قد تؤدي بالإنسان إلى التقهقر إلى الدمار إلى الهلاك وصحبة قد تؤدي بالإنسان إلى الألق إلى المراتب العالية صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب كالريح حاملة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب ولذلك الإمام الباقر سلام الله عليه يقول أوصاني أبي الإمام زين العابدين عليه السلام يقول أوصاني بعدم صحبة مجموعة من الناس لا تصاحب الكاذب ولا تصاحب الأحمق ولا تصاحب البخيل ولا تصاحب الفاسق ولا تصاحب قاطع الرحم أما الكاذب فإنه يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب شايف إلى سوق السيارة المرايا اللي على جانب الصورة غير حقيقية الكاذب هكذا يعطيك معلومات وانت تبني الموقف عليها وتتورط ولا تصاحب الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك أحمق يمكن هو اللي بيسويه شي زين بس ما يعرف مدارك الفكرية أحمق ولذلك الحمقى دائما يسببون المشاكل السباب وإذا الثاني بعد صار أحمق كملت السالفة بعد شبت النار بينهم ولا تصاحب البخيل فإنه يخذلك وأنت أحوج ما تكون إليه بالمال ياكل وياك ويروح أي ما عندي لفلان أنا ترى محتاج ما عندي بخيل حريص على الدنيا ولا تصاحب الفاسق فإنه يبيعك بلقمة ما إلي دين الفاسق ما إلي دين
ولا تصاحب قاطع الرحم، فإنني قد وجدته ملعون في 5 مواضع من القرآن الكريم. الصحبة، يقول واحد ما أقدر ما أصاحبه، أكو نقاط مشتركة بيني وبين العمر، الهوايات، نشجع نفس الفريق إحنا. يقول لي لا، إذا صاحبك عليه مؤشر سلبي التفت. قال لا أنا ملتفت لروحي. يقول لك الشارع المقدس من حام حول الشبهات أوشك أن يقع فيها. ولذلك مروي عن الإمام الرضا عليه السلام مما يروى عنه: لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن قرينه، سأل عن قرينه يمشي ويا من. ولذلك إذا أنت تأخذ إليك لفة بالتاريخ تشوف أكو في بعض النماذج بسبب صحبة يعني خاتمة، شلون هالخاتمة السيئة؟ أعطيك مثال لا على سبيل الحصر. سالم مولى أبي حذيفة كان خوش واحد، مؤمن منقطع إلى النبي، بسبب صحبة. ولا تورطني تقول لي صاحب حال، روح دور أنت، خلنا نكمل محرم، خلي صوتنا على الدخير والله يقزرنا لمحرم ونكمل بعد. بسبب صحبة، صحبة تعرفون خاتمتها شنو؟ كان من الزمرة التي هجمت على دار فاطمة سلام الله عليه. شوف وين راح. هذا واحد. وصحبة يا جماعة تؤدي بالإنسان إلى الألق. عبد أسود اللون مملوك لامرأة من بني أسد، يبيع البطيخ أو التمر على باب الرق بالكوفة في سوق الكوفة، ميثم ابن يحيى التمر. عبد حرية ما يملكها، وسوق الكوفة فيها من؟ فيها شبث، فيها شمر، فيها حجار، فيها عمر ابن، يعني كلهم زعماء قبائل، كلهم زعماء قبائل. وإذا اليوم تروح الكوفة ليلة 22 من ذي الحجة، الكوفة كلها مخبوصة، طابخ وعزاء، شئتكم؟ قالوا استشهاد ميثم ابن يحيى التمار. انت لو تفصل عن امير المؤمنين يكون بهالقيمة؟ صحبة، وصحبة بإخلاص، بإخلاص، بحيث يقول لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لي ميثم كيف بك إذا عرضت عليك البراءة مني؟ قال ما أبرأ. ميثم ما قاعدين يستشيرونك، هذه فيها قتل. قال أقتل. قال إذن تقطع يداك ورجلاك وتعلق على جذع نخلة عند باب ابن حريث، وفي ثالث يوم يبقر بطنك بحربة فيبتذر منخرك دما فتموت. قال ذلك قليل في حق الله. الله، أنا إذا أتبرع إلي بفلسين أسوي روحي إمام زمان وكأني دخلت الجنة. هذا مقطعين. يطوف على ابن حريث يقول لي يا ابن حريث إني مجاورك فأحسن جواري. قام ابن حريث يدور على البيوت، في واحد يبغي يبيع بيته أنا بشتري بس لا تجيبوا لي ميثم. قال ما من بيع إحنا. وإذا مي مصلوب على جذع النخلة اللي عند بابه، هذا ميثم. وذاك مولى أبي حذيفة، وتقول لي الصحبة ما تأثر. إحنا نقرأ القرآن الكريم، نوح أبو البشر الثاني من أولي العزم من الرسل، أول واحد هو نوح. وتعرف سادة الرسل هم أفضل الرسل، وأعظمهم وأفضلهم هو نبينا وحبيب قلوبنا محمد. ابن انحرف لو ما انحرف، إنه ليس من أهلك. لقمة حرام؟ لا لا، بعيد عن الشبهات، هذا نبي من أولي العزم من الرسل. المفسر يقول صحبة 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 اللي أودت به إلى هذا السبيل. شايف؟ ولذلك أي قائد رباني بحاجة إلى أصحاب، بحاجة إلى من يصدق، وإلا ترى المشروع الرباني ما يتحقق. إذا الخيانة إجت من الأصحاب ومن الأمة، شو يسوي القائد الرباني بعد؟ شو يسوي القائد الرباني؟
يستخدم الإعجاز، الإعجاز موجود، بس الله تبارك وتعالى جعل الدنيا تسير على النواميس الطبيعية والمعصوم ملتزم بذلك. لو استخدم الإعجاز في كل مكان ما بيتميز عن البقية، يصبر على قضاء الله وعلى قدره، وحتى يميز الخبيث من الطيب أكو عدة أمور. الآن احنا نقرأ في الزيارة: السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. إجا الأمر الإلهي: يا موسى أبلغ قومك أن يدخلوا الأرض المقدسة ويقاتلوا العمالقة ويطردوهم منها. إيش كان الجواب؟ إنا لن ندخلها أبدا، ما في أمل. شي يسوي القائد الرباني؟ لا لا، يقولون إلى شنو؟ يقول لهم هذا أمر من ربكم مو من عندي. قالوا اذهب أنت وربك فقاتلوا. إذا كانت الأمة إيش ذنب القائد الرباني؟ لكن شوف الجزاء، تيه في الأرض 40 سنة، وكل من يخالف القائد الرباني روح نبش في التاريخ. اللي غدروا بأمير المؤمنين اللهم أبدلهم شرا مني، شرا مني. خب أمير المؤمنين ما في شر، شرا مني يعني واحد يراويهم اللي ما شافوه من علي بن أبي طالب. وفعلا الإمام الحسن: لو أنهم أطاعوني وبايعوني لما طمعت فيه. الإمام الحسين القائد الرباني يحتاج إلى أنصار، ولذلك يجي الإمام الحسين عليه السلام يقول: إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي. هذول أفضل الأصحاب، أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه. ليلة العاشر من المحرم جمعهم كلهم، أهل بيته أصحابه، قال: أي قوم، إن هؤلاء لا يطلبون غيري، ولو ظفروا بي شغلوا عن غيري، وما فكروا فيكم، فاتخذوا هذا الليل جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد أحد من أهل بيتي، وأنتم في حل من بيعتي. هذه رخصة لو مو رخصة؟ الحسين بيطالب هؤلاء، لا لا، هي رخصة من المعصوم. قام إلي زهير بن القين قال: أبا عبد الله، والله لو أقتل وأحيا، وأقتل وأحيا، ويفعل بي ذلك 1000 مرة على أن أدفع الموت عنك وعن هؤلاء الفتية لقبلت. فكيف وهي قتلة واحدة؟ كيف وهي قتلة واحدة؟ برير ابن خضير الهمداني رضوان الله عليه، سيد القراء في الكوفة، عالم جليل، جيش ابن سعد 3/4 معلم أولادهم، هم ومعلمنهم، يدخل على عبد الرحمن متبسم ضاحك يمازحه. عبد الرحمن من أنصار الإمام الحسين يلتفت إلي زهير: والله ما هذه ساعة باطل. العرب يسمون المزاح باطل، ليش؟ لأن المزاح في كذب، يتخلله الكذب، يزيد وينقص حتى يعدل روايته ويضحك الناس، صح لو لا؟ يقولون عنه باطل. برير: والله ما هذه ساعة باطل. قال: لقد علمني أهلي لا أحب الباطل طفلا ولا شابا ولا كهلا، ولكن ما هي إلا ساعة نميل على القوم فيميلون علينا فنعانق الحور العين. مستبشرين بالموت. الإمام الحسين يوم العاشر من المحرم بعد صلاة الفجر افتر إلى أصحابه وإلى أهله، قال: لقد أذن الله بقتلي وقتلكم. طلع حبيب الأرض مو شايلتنا من الفرح متبسم. أصحابه يقولون إلى حبيب: شو هالقلب اللي عليك أنت تتبسم بهاليوم؟ هذه مو قتلة دقيقة وواحد يموت، هذا تقطيع بالحديد،
مو شيء سهل. انت نجرب يوم من الايام حزتك سكين والله شيء كلنا صادنا يعني شايف الالم والحراره. قال والله لولا انتظار امر سيدي ومولاي الحسين لمنا عليهم الان. ابغي اروح الجنه. الله اكبر. شل انصار بعد اعطيك نموذج. زهير بن القين. زهير اللي يجي البعض يقول عثماني، لا لا يا مولاي، زهير حسيني من قرن الى قدم. ذكرناها العام، انا اذكر ذكرناها العام. زهير بن القين يقول المؤرخ كلما مر على الحسين في منزل من المنازل بعد خروجه من مكة تجنب أن يلتقي. إذا يتجنب لقاء الحسين في المنازل يعني طلع متى هو؟ طلع ويا الحسين. حسين طلع متى؟ يوم ثامن. إذا كان مو على نهج الحسين مفروض يقعد يوم تاسع، يوم عاشر، يوم 11، يوم 12، يوم 13 بعد رمي الجمار. يا الله يطلع وعند عائلة يلحق على الحسين في كل. لا لا ما يلحق على الحسين. أثار الرجل لا. وإذا التفت الإمام الحسين عليه السلام كلف بمهمة دقيقة للغاية في كربلاء، قال اذهب للقوم ناصحة بلسان الإمام الحسين. إجا زهير بن القين. إن واجب المسلم على المسلم النصيحة ما لم يقع السيف بيننا، فإن وقع السيف كنتم أمة وكنا أمة. نصح نصيحة. التفت الإمام الحسين شاف الجماعة هؤلاء يعني غريب عجيب أمرهم. مو زهير، الإمام الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم نزلوا بإيد القرآن. تذكرون أنتوا هالمشاهد؟ نزلوا بإيد القرآن. قال انسبوني من أنا وارجعوا لأنفسكم كيف تستحلون دمي على قتيل قتلته، على مال نهبته، على شرعة دين بدلتها. قالوا إننا لا نفقه ما تقول إلا أن تنزل على أمر الأمين. فما نفع بهم الحسين بينفع زهير، بس الحسين يبغي الحجة. قال يا زهير ارجع لقد وعظت وأبلغت كما وعظ وأبلغ مؤمن آل فرعون. المعصوم ما يعطي الواحد منزل جزاف يا جماعة. المعصوم ما يعطي المنازل جزافة. أكو نقطة تربط هذا بذاك. إذا نرجع إلى القرآن، والمعصوم هو ترجمان القرآن الكريم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه بين قوسين أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله مثل الشيء. هذا زهير بن القين قبل أن ينزل إلى المعركة، لأن نزل ويا من؟ ويا الحر، واثنينهم كل واحد جبل جبل. وضع يده على كتف الإمام الحسين جاي يبغي يستأذن زهير، يأخذ الإذن من المعصوم. أذن إلى الإمام الحسين، قام يرتجز. الفارس المغوار قبل ما ينزل إلى المعركة يرتجز، عندهم أراجيز. قال أقدم حسينا هاديا مهديا اليوم ألقى جدك النبي. قال للحسين صدقت يا زهير وأنا على أثرك فأبلغه عني السلام. على بينة، على علم. بعد أعطيك نموذج عشان نروح إلى حبيب بن مظاهر الأسدي. طفل صغير عمره 13-14 سنة، عمرو ابن جنادة الأنصاري، قتل أبوه، استشهد الوالد. قامت أمه ولبست لامته ولبست سيفه وطلعت قالت روح إلى الحسين وقاتل بين يديه. إجا وإذا طفل سيفه يخط الأرض خطا، شاف الحسين قام يبكي. قال بني من أنت؟ قال أنا عمرو ابن جنادة الأنصاري. قال اللي أبوك استشهد للتو؟ قال بلى. قال ارجع لأمك
وقل لها يقول لك الحسين إنه يكره أن يجمع على قلبك ثكلين في آن واحد. رجع إلى أمه، رجع إلى أمه، أمه الحسين ما رخصني. قالت لعله استصغر سنك يا ولدي، تعال. شدت ملابسه إلى الأعلى، حمائل السيف رفعتها إلى صدره، أخذت من ضبعه وطلعت إلى الحسين. إجت إلى الحسين أمامه: أبا عبد الله، أترضى أن تثكل أمك فاطمة بك ولا أثكل بولدي؟ إش قيمتي أني أمام الزهراء؟ إش قيمة هالولد أمامك؟ إش قيمته؟ وبرز إلى المعركة ويرتجز بأرجوزة تحفظونها: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير. اجي إلى من؟ سيد الأنصار، حبيب ابن مظاهر الأسدي، حبيب ابن مظاهر ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في أسماء الصحابة، هذا المتوفى سنة 825 للهجرة. هذا ابن حجر في المدرسة الأخرى يمثل عندهم كما يمثل بالنسبة لنا شيخ الطائفة الطوسي، غزارة العلم والفكر والنظريات، هذاك منزلته عندهم هالمنزلة. هذا كتابه في أسماء الصحابة. الصحابة أنتم تعرفون في المدرسة الأخرى كل من رأى النبي ملازم يعني قعد وياه، يعني هم يعطون المعنى العام. يقول ابن حجر: حبيب بن مظاهر الأسدي هو من جملة الذين حظوا بصحبة نبينا محمد. بس الأهم، أهم فترات حياته مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا حبيب أولا ممن علمهم أمير المؤمنين علم المنايا والبلايا. أحد علمائنا عنده تعليقة جميلة يقول: علم المنايا والبلايا ترى أمير المؤمنين خاصة به، معروفين على أصابع اليد عندهم. يقول هذول تميزوا عن غيرهم، يقول يعني شايفين مثل عمار ابن ياسر هذا الرجل العظيم اللي يقول عنه النبي ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، يقول هذا أمير المؤمنين ما علم كل العلوم. إذا تروح تنبش بالتاريخ صحيح هو يعلم بعض الأمور، مقتل يعلمه. لذلك لما أصيب في صفين وقبل الموت جابوا لي قدح لبن، قام يصرخ: الله أكبر، إيش فيك يا عمار؟ قال حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله: آخر شرابك ضياح من لبن، وتقتلك الفئة الباغية. بس يقول ما علمك ما علم مثل سلمان المحمدي، لا علم أكثر. هؤلاء علمهم أمير المؤمنين هذا العلم، وهذا مو كل واحد يستوعبه، ومو كل واحد يتحمله، ومو كل عقلية تركب وياه العلم. حبيب من هؤلاء، حبيب بن مظاهر. حبيب بن مظاهر الأسدي كان من شرطة الخميس في زمان أمير المؤمنين. شرطة الخميس مو مثل اصطلاحنا اليوم، الخميس يعني الجيش، لأنه يتكون من خمس أجزاء: الميمنة، الميسرة، القلب، المقدمة والمؤخرة. خمس أجزاء إلى الجيش. شرطة الخميس أو شرطة الجيش هذه مهمتها أيام الحروب تلم المقاتلين، ترتب أمورهم، ترص الصفوف، من تخلف تتعامل معه. هذه أيام الحروب. الأيام العادية بقية الجيش يرجعون إلى أشغالهم، إلا هؤلاء مهمتهم ضبط الأمن، دائما مسلحين تحت أمر أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذه فئة مميزة، كان حبيب منهم. حروب أمير المؤمنين شارك بها كلها حبيب، وكانت عنده أمنية أن يستشهد بين يدي أمير المؤمنين.
تضع الحروب أوزارها، وحبيب يقعد بزاوية واضع يده على خده، يجي لأمير المؤمنين: حبيب إيش عندك؟ قال: سيدي أنا كل عندي أمنية أن أحظى بالشهادة بين يديك. قال: ألا أبشرك ببشارة؟ تفضل يا علي. قال: أنت تحظى بأعظم شهادة يا حبيب، أنت مسجل مو وياي، مسجل ويا من؟ أشر على الحسين. قال: أنت مسجل ويا هالغريب في كربلاء. واستبشر حبيب يحسب الأيام والليالي، قاعد ويا الأسدية، تقول له: ابن عمي رأيت رؤيا، شفتين يا ابنة العم؟ حزين حبيب مهموم. رأيت امرأة جليلة، قلت لها: من أنت؟ قالت: أسدية. أبلغي حبيب عني السلام، وقولي له: مولاتك فاطمة تقول لك: لقد آن أوان الخضاب، فابتع لشيبتك خضابا. طلع حبيب من الدار يمشي، وإذا يشوف مسلم ابن عوسجة قاعد بزاوية دمعة على خده، يقول إجا وقف أمامه: يا ابن العم، الذي أخرجك؟ رفع رأسه مسلم: ولا هذا حبيب؟ حبيب أنت اللي شل مطلعنك، أنت اسم لامع مطلوب. قال: شو أقول لك يا ابن العم؟ الأسدية شافت تقول الزهرة بالمنام تقول أن أبتاع لشيبتي خضابا، وأنا جاي إلى السوق وقلبي مهموم يا حبيب، يا مسلم على الحسين ما أدري شو أسوي. قال لي: حبيب، زوجتي رأت نفس الرؤيا، لكن بذمتك الزهرة تبغانا نشتري خضاب من السوق. الزهرة تقول لنا: توكلوا على الله وروحوا إلى كربلاء، وخضبوا كريمتكم من دم نحركم، هذا الخضاب يا حبيب. رحم الله أبو يوسف ويرحم الله الشعراء ويحفظ الباقين، هذول اللي إليهم دور في هذا المنبر أيها الأحبة. يقول واقف على رأسه، يقول له: مسلم يا ابن عمي، دي خبرني صاير أشوف لونك من خطف والقلب طاير، مذهول تمشي بالسكك مشية الحاير، تخفي النشيج ومدمعك بالخد سجاب. قل أهل الكوفة تراهم مستعدين، لما وعساكرهم قصدهم ذبحة حسين، وبكربلة مولاك لا ناصر ولا معين عاف الدنيا، ومن كثر جور الزمن شاء. قال حبيب النوح والحسرات ما تفيد، اتوكل على الله وكربلة عناك، عجل قبل لا ينذبح نسل الأماجد، يا حظ من يحظى بنوم الذاك لترى. قاعد بالدار وإذا بالباب تطرق، طلع حبيب
يا حبيب هذا كتاب الحسين إليك في أمان الله. أغلق الباب، أسنى الظهر إلى الجدار، فتح كتاب الحسين، من الحسين ابن رسول الله إلى الرجل الفقيه حبيب ابن مظاهر الأسدي. أما بعد يا حبيب فقد أحاطت بنا الأعداء من كل مكان، فإذا وصلك كتابي لا تقصر عن نصرتنا. حبيب سامع الحسين يطلب النصرة، اتوجه إلى كربلاء. حبيبي حسين، وانا شلون اخلي هالنصرة؟ ارتفع البكاء من حبيب، قامت الدموع تصب على كتاب الحسين. طلعت الأسدية إلى حبيب، ايش عندك هالبكاء؟ قال لي هذا اللي على الباب رسول الحسين يا ابنة العام. وماذا يريد الحسين؟ قال يا بنت عمي الحسين وايش يبغي غير النصرة؟ ما عنده أحد. قالت وانت وايش بتسوي يا ولد عمي؟ أراد يختبرها ويشوف مدى صبرها، لأن هي حتى بعد أصابهم البلاء، أهل اللي استشهدوا في كربلاء من الكوفة، سوى بيهم ابن زياد، هدم الدور، نهب الضياع. قال يا ابنة العام إذا أروح ترى أقتل، تترملين، تتيتم أولادي، تهدم داري، تنهب ضياعي. جلست على الأرض، عمدت إلى وجهها فخمشت، وإلى المقنعة فألقتها على الأرض، نشرت شعرها. يا حبيب دعني آكل التراب وأمضغ النوى، لكن لا تضيعون زينب. أترضى لي بالخير وزينب يهتك خدرها؟ يلا يوم سادس يوم الآباء، شلون عندهم ها حماس بهاليوم؟ يلا أشيل إلك الأبيات، وأنا أبذل كل طاقتي إلك، وأبغيكم وياي مأجور. هذه أبيات حافظينها، كل سنة نمر عليها، تشلع لفاد هالأبيات. تقل يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته، كربلا يقولون ظل محصور بهلة وعزوته، كربلا يقولون صبط المصطفى حط الخيام، ما لناصر يا حبيب عنده أطفال وحرام. كان راح حسين ما يرتفع للشيعة، ترضى لي بالخدور وحسين تهتك نسوته. ظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة. ذبها لعمامة يا ابن عمي أخذ، ظل حبيبي عاين لها وغصبها للدمعة. قال ما يحتاج هالنخوة ذي بطل من الوني، أنا عبد ابن البتولة مثلك مثلك، شوف شلون حبك إليه. أنا عبد ابن البتولة وعبد أمير المؤمنين، ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيا، واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطت في أمان الله، في دعة الله. مبارك روح جهز الجواد، مضى مبارك إلى الضيعة. حبيب قام يودع أولاده، يودع بناته، يودع الأسدية، كلهم متعلقين بي في أمان الله، في دعة الله. حبيب تأخر على مبارك،
قام يصهل الجواد، اقترب حبيب منه يسمع مبارك يحكي ويا الجواد، صهل الجواد فضرب مبارك على ناصيته: لا تفضحنا يا جواد، والله لئن لم يأتي عمي حبيب لأعلون صهوتك وأمضي لنصرة سيدي ومولاي الحسين. توجه حبيب إلى كربلاء: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، سيدي حتى العبيد تتمنى نصرتك. روح يا مبارك أنت حر لوجه الله. سقط على رجلين يقبلهم، يتعفر بالتراب: وإيش فيك يا مبارك؟ قال: بسألك نصرة هالغريب واجب على الأحرار لو بعد على العبيد؟ قال: لا، كل من سمع الواعية. قال: إذن يا عم أنا لوني أسود ريحينة حسبي لئيم، خذني إلى الحسين ليتنفس علي من أنفاس الجنة. أخذ وياه إلى كربلاء. الحسين قاعد بالخيمة وزع الرايات كلها إلا راية عظيمة أفردها وخلاها إلى جانب. يمرون عليه الأبطال: يا أبو علي شرفني عاد بهالراية، شهالراية المميزة. يقول لي: أنت كفء كريم ولكنها مذخورة لرجل يأتيني من ناحية الكوفة، وإذا بالغبرة ثائرة من ناحية الكوفة. أبو علي: تنتظر أحد من الكوفة؟ صاح أخي عباس: ولدي علي نور عيني قاسم بني هاشم، أصحابي قوموا كلكم واستقبلوا عمكم حبيب. حبيب أول ما بينت إلى كربلاء وإلا يشوف بني هاشم صماطين والحسين أمامهم يأشر على حبيب: يا مرحبا بحبيب. رمى بنفسه من على الجواد، ألقى بالعمامة وإجا يمشي حافي القدمين، وقع على أقدام الحسين يقبلها: من أنا ليستقبلني عزيز الزهراء. يلا تتمت الأبيات، وصلنا إلى كربلاء بحبيب. يلا يلا مأجور مأجور، الله يعودك. يقول: ما حلا ذيك الشمايل من حبيب بكربلاء، هلا بك. ما حلا ذيك الشمايل من حبيب، ما حلا مو قبول، ما حلا ذيك الشمايل، طلع عباس البطل بولاد اخوي مرحبا يقل للشهيد وزينب وصل مستبشر لابو سكنة وتناول جاه من زينب سلام ومدمع بالحال أقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك العيا يصيح: يا وصفة يا زينب تركبين على حيته بأحسن تحية وسر قلبها بنخ ألا من مناد وحسين هلاهل بالخيام. تزلزلت كربلاء، زينب شافت الأكبر على باب الخيمة: ولدي علي تعال. وش عدكم هلاهل تكبيرات زلزلتون الدنيا
منو اللي اجى ينصر ابوك؟ قال عمّا عمّا لقد وصل صاحب جدي أمير المؤمنين. عمنا حبيب وصل يا عمّا. قالت نور عيني أمضي لأبيك الحسين وقل له عمتي زينب تستأذنك بالسلام على حبيب. إجا الأكبر أبويا عمتي زينب تستأذنك بالسلام على عمنا حبيب. حبيب بس سمع اسم زينب قعد على التراب ياخذ التراب على رأسه. من أنا لتسلم علي عقيلة أمير المؤمنين؟ أبو علي سيدي إذن لي أن أذهب وأسلم على زينب، أنا أروح لها بالخدمة، أنا خادم إلى زينب. قال تفضل يا عم. إجا حبيب مع الأكبر من وراء الخبا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. السلام على فخر المخدرات زينب. جاوبت وعليك السلام يا عم يا حبيب. لما سمع صوت زينب قال آه على وجدك يا زينب. إذا ركبت على جمل ضال تقل يا ناصر أخوي حسين يا حبيب. يا الجاي قصدك تخضب الشيب شوف الولي متحير غريب. اقلها ومنا تهمل العين والقلب منا صار شطرين. توصين يا زينب على حسين وانا وهلي فدوة الى حسين. بعد هالمشهد اسألكم الدعاء. زينب كما نخت على اخوتها مرت عليهم ونختهم، أيضا نخت على الأنصار، هذا على يمينه وذاك على شماله. حبيب سهير برير قوموا عاد شوفوا زينب. يلا أبيات الدعاء تخاطبهم زينب. يا صفوة عالي مجدها مثلها فلا يوجد بعدها. زينب ترى ظلت وحدها ويوم اللي ما ظل حد عندها شال الشمر صوته وجلدها. عيد يا ابو زينب وانتم تتحملون اقول زينب جلدوها. يا صفوة عالي مجدها مثلها فلا يوجد بعدها. زينب ترى ظلت وحدها ويوم اللي ما ظل حد عندها شال الشمر صوته وجلدها. سلموا على جدي الهادي خبروه عن روعة فادي. ما هي على ذبحة أولادي ولا ضيعتي بين الأعادي. أني حزني على مهجة الهادي مقطوع راسه والأيادي.
أعظم أعظم أعظم، هذا البيت أعظم. ها مرت على حبيب، حبيب غالي عند أهل البيت، شوف غلاته عندكم. تقول له يا حبيب عمي وخير الرجال، من وين لي 70 شيال يا حبيب عمي وخير الرجال، من وين لي 70 شيال، سلموا على خواض الأهوال وقولوا العزيزة تشكي الحال، ومن طاح ورجالي بالرمال جان الشمر مستبشر وقال بالعجل تدفوها بالحبال. شافت الحر شايلين من المعركة، تأثر الزينب، الحر لا قطعوا راسه لا داسوا بالخيول، قامت تأشر عليه زينب وهو شايلين. يا الحر وفيت العهد زين، لكن تركت القلب شطرين، طحت وهلك شالوك في الحين، وبقى أخويا وقرة العين، ظليت أنادي يا مسلمين تخلون أخويا بغير تجفين، داروا عليه القوم صوبين وبخيولهم داسوا على حسين.